روحك الثانية توأم روحك يا غبي. أنت إي والله أنت أنت تدعي دايم. إيه حاول تدعي على اللي يدرسك إنجليزي. مو بمبكى يا أخي أنت ديم ثناي ديم دو 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 هذا هذا يا شباب دو دو ترى فرنسي إسبانية سولو دو تريوس يلعب بلاي ستيشن. هذه أنا ما أتكلم عن ذي تو فريق وغيره، أتكلم عن أنتيم. أنتيم يعني توأم روحك، أنتيمك مو في تيمك يعني ريان. هذه في ألعاب الفيديو تلعبونها أنتم أبزر. طيب. أنا ما أعرفها. سولو دو سكواش سولو لو 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 أزبده بس حاول لو حماد أمانة حماد توقعت أني بطلع لو 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 أنا والله العلي العظيم قلت لو ما سوى حركته هذه يمكن، بس يا اخي شخصية زياد معروف اذا وترك اذا ما وترك لا يا اخي اللي فيك مكفيك يوترك زود والله شو فيه بس والله مقدم ممتاز زياد ايوه حياتي له انت حياتي له غرفتكم انت اللي معهم ضيقه والله اللي على اليمين ايه يا ولد اغلقه لا بس يطرق ديال كيف يطلع معك انا تقوم العصر مري المهم المهم راح ما قلت لك تعال امشي معي ما في غرفه ما فيها مكيف بالعكس تحت ولا فوق ما فيها باب تحت اللي بعلمك شو نسوي بها ها بعلمك شو تسوي بنروح غرفه وكان على القه حلو والله خذوا حلو شوف يوم تذب عليه ما يضحك ترى يا مرحبا يا سلطان سلطان عندك خبر كانوا طردوك اليوم؟ انا غمست حق زياد ولا انت خله خله قلت كذا حتى هو ترى قالها قلت خله خله قال سلطان انت قدمت شيء كبير لكن بكل حب شفت طالع فيك كذا بعدين قال روح لاخوياك انا قلت والله انا انا اكثر واحد الله يبيضل. انا اكثر واحد وقعت شبهه علي صدق والله واجد اللي وقعت لا والله انا شو توقعت فيه صدق انا جايب العيد ضاحي ضاحي يا ضاحي لا من بعد من العيال حسبه راح قلت راح هو بهاجد ابو حسين وايد ضاحي لا قلت راح انا قلت رجع بيروح والله يا حسين قلت راح قالبه قالبه رجع رجع مبلغ علمك به حسين الحارثي لا الوايدي 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 كم جاء ما شاء الله يطلع الشيطان وانت ما ادري سعد واحد منكم بعد والله لا سعد انا والله روعني انا مؤده والله روعني هذا شفت انتم يوم وصلتكم النفوس زيد ضاقت وخربت الولو عاين فيكم الثلاثة أقول الحين من اللي بيطلع والله فارس أنا استبعدت والله اللي. والله أنا مفقيد هرم على اليوم أي والله والله أنا مكفو كلهم فارس أنا بغض النظر عن اللي قاموا يعطون الأسماء كنت أرشح من الأسماء الموجودة عرفت فارس كنت يمكن التصويت اللي قدام التصويت ممكن ما ساعد فارس والله صدق لي نظرة يمكن العمل فارس ممتاز والله يفن كنت رشح والله حتى سعود معلا وحتى كلهم سالم سالم وحتى القلص حتى فهد سالمي من القلص مضافين. لا احنا ما نقصد عند الليل احنا نقصد عن قبل وش به تعاين في الرجيل تشوف هذا الفرق هم ترى قالوا شيء يا رجيل مهم قالوا قدموا اللي عندكم ترى حماد ذكر شيء امس يقول ميت سالم بعد لا يمكن ما حان في الحظ او انه ما حتى انفوسهم برا العيال حلوة عندنا في الشقة روحهم حلوة في الشقة يا أخي فين الرسميين سالم يعني تمثيله حتى فلاح أتوقع أنه ممثل ممتاز سالم أي واحد سالم بنظرات حبيب والله خالي طيب فلاح ممثل ترى إيه سوالف فلاح سالم سالم يا أخوي سعود فهد كنعان مطيري والله ما توقع كله والله كل صعبة صعبة عطالله صوت جميل هذا يدلي رجع على شيء بس لا كان صراحة صراحة اللي نشوفه برا معهم غير عن داخل يا اخي يجيهم فهد كان عارف فنان يا اخي فهد ام سوانا فعالية والله ضحكت الله يستر عليك جالهم ما غار عليه الا فعاليتك لا انت يا عيال ترى انا ما سويت ولا فعاليه لا دحين بس محضر يا محضر لا جا فعاليه جابوني العيال ولا قالوا وجيت لاني في الصوره انت حصان يا ابو لما اسمعني لما تعطى انا ادركم يا الربع لما تعطى تقدم الفعاليه ادرها لازم وقتها يكون عندك يا اخي العيال زي مثل بعض الفعاليات يقول لا باق ما في واحد لا في واحد من تويتر كاتب والله واضح انه مدرس جايبين المقطع وشو ما في واحد
مسعود قام قلت من اللي مقومك انت؟ الرأي يا ولد اطلق تعليق شفته اللي كاتبين علي كيف عرفت انه جاي من مهرجان البيت؟ اي والله شفته. انا بعير بين بعاري لا هدر واحد. بس حماد هذا الليل فكهم التوتر وقال يا مدرى انه معنا جاء عند فكر بحركات الزملاء. والله يوتر المسرح. والله توتر. والله يوتر. والله اني طلعت المسرح والله ما فيني اي ما في ما في. تجيني بالاسلوب الزين. خطه ال 24 كلهم الحين كلها مقفله. اليوم والله اني ضقت. لا 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 حتى بعد النتائج حتى بعد النتائج ماش شفت الرجال بيعطون من ذي الفترة الرجال فترة ذي بيعطون لا لا نفسيا نفسيا والله والله بكره يبدا الحماس من جديد من الصبح لا بيبدا التعايش في شيء اسمه تعايش تبدا التعايش حياتك خلاص لا سك الباب سك الجوال فلاح اسمعني يا ضاحي ضاحي انت يوم جيت من هلك ضاحي نبغى نردك عليهم دب صح والله اني معك في الشيء ذا ايش رايك وين ترجع وين ترجع الحي حليب الموز ها كعب الحليب الموز انت طلعت سمير لا مني جاي لا كثر ترى والله نحفه قوي 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 ترى يتمنى اكل رمضان بس ما تاكل انت اجلس معنا ما تاكل خبال ياكل يروع يوم من الايام ما اكل يدي من الصحن ما اخذها لا كل قرص مغفوس والله اللي ياكل حسين وايلي والله والله لا قرص مغفوس حليب قرص مغفوص حليب وسمن وعسل عندك انت عندك يا سعود سعود مايكك شغال القهوة ريضة يلا يلا بجيكم اصبري يا عيني لا تبكين ثيابي ما هي انت لا ايوه اظن انت دليل محمد على طول ثيابك المجمعة ما ادري كان عيني توني شفتي طايع انت دليل محمد على طول وش رايك نسحب عليهم ونقعد لحالنا صدق باب زر ما يعرفون ها؟ احنا الحين اسمع عندنا شيء بارهم الحين هم يدرون على اللي يصير عندنا اي اسمع ما يدرون على اللي يصير في البث عزيز ديرهم قبل حماده قبل نطلع يكتبون ويشوفون ايش صار في البث الحين ما يدرون هنا يا سيدي اسمع اسمع نغير شخصياتنا رسميين ما نضحك معهم ولا شيء اي هي ولد اسمنا المجلس الاعلى المجلس الاعلى البرنامج تقلب بس لا بيضحك يعني هذا يمسها زين هم يبعد جنبها لا على الاقل يحترمون اعمارنا اكبرهم عن ايه ما اقدر نقول شيء بس والله يمكن يقدحون علينا ما تدري انت كم عمرك ضايع احس عمرك 72 78 ليه؟ والله بالعكس اصغر من 20 تدري انا اكتشفت ناس صغار احنا شيبه سلطان دون انا ماني مصدق انا ماني مصدق اني اكبركم أنا إيه؟ إيه والله دونها والله دونها تراني صغير دون كم دون كم؟ يقول دون دون 40 قلت إيه والله دون إيه أصغر واضح صغير أنا ترى ما شاء الله ترى أحبه شو اسمه صغير لا تسوي إشارات بيجي يوم بقول عمري عاد هاي يعني إني أكبر منك أنت فوق لا حولك حولك في ذمتك أكبر مني أنا لا يا ولد أصغر مني بعد ابو 28 انت شيخ القبيله وانا النائب الله يعينه الله يعينه صدق انا القبيله هذا الموثق حق القبيله قاضي ذا اي اي ضاحي قاضي يا قاضي يا قاضي يا قاضينا يلي بالحق ترضينا يلي بالحق ترضينا ابشر يا قاضي حط حد انا شيخ جيت تعال هنا يا شيخ تعال لا اسمع انا تعال يا قاضي انا اسمع بنبرك عند ركبة القاضي هو اللي بيختار اقعد اي اقعد اسمع يا قاضي والله منك احط نفسي شيخ اسمع يا قاضي يا قاضي يا قاضينا يلي بالحق يلي بالحق ترضينا ايه جيناك انا جيتك مسجد يصلي على النبي والهميلي الله الله اه نبغى الشيخه كلنا عط حد انا الشيخه اي واحد نايب وواحد فارس طيب ابغي ثلاث القاب اصي اي ابغي شيخ القبيله ايوه وابغي فارس القبيله ايوه وابغي انت بفارس القبيله طيب عطنا واحد ثالث اسمع لازم ثلاث شيخ القبيله فارس القبيله نائب شيخ القبيله ها نائب شيخ لا نائب شيخ كذا امير القبيله لا نخليها اصبر ها شيخ القبيله نائب القبيله و القبيله لا 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 ها ري لا رئيس لا انا بعلمك شوير الشيخ شوير القبيله لا شوير عقيد القبيله
لا لا عيش الحقيقة خلاص الشوير 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 ايه يلا انت شيخ القبيله لا مو على كيفك الرجال يقدم حجته اسمع مش القاضي لا لازم تاسم بالعمر ام حقه بالعمر بالعمر لا حطوني قاضي حطوني قاضي حكم حكم لا حطوني قال لي اني شيخ شيخ لا دقيقه انا بوريك حطوني قاضي يلا تفضل يا وش عندك انت عشان تاخذ شيخ القبيله انا اسمع حججكم كلنا على حجته اي طيب انا عندي طول عمرك عندي اي وش عندي ما عندك والله ما عندنا شيء عطنا كذا الغاب كذا لا لا ايش عندك خلنا نسمع بضيع طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد تركب الخيل انا صغير ربعي ايه عن لطمه لا والله ما انا صغير القوم ها لما تكابرت الانفس انا صغر الله ما ابو ما هناك وانا اخف النفس ها لما شانت النفوس سلام ابو ما وانا ابد اللي في الشمس رفيقي في الظل كلا تعال حسين تعال حسين وانا خلني اعلمك تعال 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 سلطان ها وانا اللي لجت الاداره رفيق زي مخطي حطيتها في ظل شلتها اسمع يا ولد تعال حسين حسين في تخبو ابو ظهير وين تسلم شكل طاعاتك واجد اسلم يا ضاحي تسلم افداك يا ضاحي انت وقف دقيق انت تبع يا ولد زين انت لي سرير ايه جنبي وين حطيها انت سرايرنا جنب بعض متراسكه بعد طيب معك ماء وترى حماده حولك لا يقربك الله يحييك ابو هاي لا يطيح عليك والله يا مرحبا عيونك انا مرحبا حماده حمار احنا على بيت خلاص لا بالله تبي سرير نحن السرير استهل انا بعلمك شو اللي عندي ايه يا قاضي انا رجال ارقد ما اقوم الا عقب الظهر لا ما ما خليك سماع القبيلة عقب العصر صباح ما فيه يا سلام وجبات متنوعة حلو ما خلي حد يجوع قهوتهم بارزة في أي وقت يبونها يا سلام ثيابهم غسلة يا سلام شعورهم ولحاهم محلقة مصاريفهم في جيوبهم تحجر القبيلة مصاريفهم في جيوبهم نعم وانت يا ضاحي انا عندي قهوتي الشاهي وعندي اطول العمر شو اسمه هذا اللي عندي بس هذا اللي عندي بس ما عندي الا قهوه بناء على الملفات اللي قدمتوها بناء على الملفات اللي قدمتوها ضاحي انت فارس القبيله الله يعز ارضك الشريف والله انا ودي احط حماده فارس احس شيء ضاحي بيذبح القوم بيذبح اجلس 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 حماده والله شخصيه فارس والله تبي تذبح بس ركب ضاحي حصان وخليه يخب قدامهم اسمع انا اخليه حماده اخر واحد فارس القبيلة بيض الله وجهك شيخ القبيلة جميع ما ذكر الله الله كيف انا دوم دومين انا اي صبح صبح لا صعبة صعبة البلا صار فارس القبيلة اقعد اقعد جو القبيلة انا هم القبيلة جو البلا صار فارسها جو القبيلة يا مرحبا احنا كونا قبيلة سكريبت يعني قبيلة اسمع فارس القبيلة فارس القبيلة حمادة وين فارس ولا قرص هذا فارس يا قرص فارس القبيلة لا 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 فارس هذا فارس القبيلة هذا في القدع من نفسه تعال ورا ما يواجهك في معركة ليه يدك بطل هجل رجال دغدغ دغدغ ورالي يفطش لا لا فارس القبيلة ضاحي والله ونعم ونعم وضاحي نشهد تعال ضاحي 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 روح روح قوم هذا بعارك ابوك شوف انت احسن اي كانك على خير يلا خلينا نشوف هذا متى عارك ارجع ارجع ايوه ايوه خلينا نشوف فارس القبيلة نختبر مهاراته شلون اركض على خير على خير نختبر مهاراته يا ولد ما يهمه ها مقدم القبيلة يلا يلا انت فارس على خير يلا العدو نواف العدو نواف اذبحها من الضحك على طول بدون سلاح بس في شرط القبيلة تعال تعال هذا ما نقدر لا يحارب في عج يطير به العج قبيلة اثنين احنا عن قبيلة ان شاء الله وش ذي القبيلة احنا عن قبيلة ان شاء الله كفو نعم
طيب وش عندك؟ وش شيخ القبيله من تتوقعون، حماده ولا سعيد؟ حماده اكيد. سعيد سعيد سعيد. لا يقول حماده هذا شيء. سعيد اي سعيد. شيخ القبيله اي واحد تكلم عنه انت؟ ها اي واحد؟ سعيد وينه؟ انا لا ارى سعيد. سعيد ابو ظهير. وش سعيد؟ وش سعيد؟ ها وش تشوف؟ عبد العزيز. عبد العزيز كان ماسك على سعيد. عبد العزيز يصب عليه. انا ضد الرجال ذا. صب عليه بالخير. ضد صب عليه بالخير. لان الرجال ذا حق سكت بلوط وسمعني في وسط. طيب انا سمعت ولا لو بحق اسمع ولا لو بحق ايش اسمه ولا بحق بحاج. تعال طيب اسمع بحاج، انا اخذت ملفات. تعال اسمع، قلت قدموا ملفاتكم. تدري ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول لكم من اجتماعات القبيله الصبح ما في يرقدوا. شو الشيخ الصح من بعد العصر يبدا اجتماعي حق القبيله. ما شاء الله على الشيخ المتاقلم. طلعنا حرب انت مشغول نعطيك سكليف اجازه مرضيه وخليك عندك عادي. قبيله حلوه والله مرينا كذا. بس وش رايكم في يلبس بدله؟ ايش رايكم في الفارس ذا؟ شو لا يغركم شكله؟ لا ما عليك، ما غرب شكلك، ما عليك، الامور طيبه. في راس هذا، في راس هذا ينحط على الراس ذا. والله كف، هذا نواف تاج روسنا. والله كف، كان له موقف على المسرح. اي والله ما سوينا رجل. والله كف، ربه ما والله، والله انك فارس ومغوار وشيخ. والله كف جديد. خلاص داوم، تحب المدينه داوم. خلاص ادري ما اعرف انت انا يا المغنى من قبيلة وانا من قبيلة. ما في بس، ما في 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 ما في